يعني ايه حد يموت ويقوم تاني؟ صورة رسول. عندي بقى دلوقتي شك كبير في الحاجات دي. انا شايف ان هي شخصية خيالية اسطورة، مفيش اي دليل على الشخصية اصلا اسمها اسطورة. كل المفروض مرفوض. ما عندناش مسلمات. دي مش وراثة. هنناقش معرفة الحق الحقيقة. الدنيا زي المرجيحة، يوم تحت يوم فوق. يا ابني ركز، خليك في الموضوع. احنا عطانيون. هنناقش كل الافكار بموضوعية بحيادية. هنشك في كل حاجة. هنشك في شك نفسه. هناخد عقل ملحد. هندور في كل حتة، كل فروع العلم. العلم والإيمان. كان نفسي أكمل تعليم. خليك صادق. التفكير مش حلو عشان الإلحاد. الشك تفسير. التفسير يؤدي إلى الشك. الشك. الشك يؤدي إلى الإلحاد. الشك. الشك في الشك. الشك. الشك في الإلحاد. الشك. الشك في الإيمان. الشك. الشك في الدين. هنحط الشك. الشك في التمييز. وادي سطر دين لسه، وادي سطر دين تاني. ايوه كده بقى، الدماغ امزجه. ايه يا عم مالك مخنوق ليه؟ تعالى ارص لك سطرين دين اكسب فيك سواد. سطرين دين؟ ايه الكلام ده؟ انت ما تعرفش ولا ايه؟ انا فاهمك يا سيدي. فاهمني؟ امال هو الدين فايدته ايه؟ بص بقى، انت اما تبقى متضايق ومخنوق كده والدنيا مقفله في وشك، تروح تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل دماغ دين، انما ايه؟ عسل عسل. تظبط لك دماغك وتوق الدنيا خالص. صدق اللي قال الدين افيون الشعوب. الله صحيح يا دينا، هو ليه الواحد بيحس كده باحتياج لوجود الله؟ طب هو معنى ان انت حسيت باحتياج لوجود الله ده معناه ان الله موجود؟ ما يمكن ده مجرد شعور او رغبه في ان يكون في حد كبير مسؤول عنك بيهتم بيك وبيرعاك. امال ايه علاقه الشعور بوجود احساس او انك محتاج لله بالايمان بالله؟ وبرده فكره ان انت تعيش برجاء ما هي حاجه كويسه جدا، بس هل ده معناه ان الرجاء ده حاجه حقيقيه ولا وهم انت بتصبر نفسك بيه؟ اسئله كتير قوي، تعالي نتناقش فيها فوق في كابتن كده لطيف. يلا بينا. اظبطنا يا كابتن. انا لما باجي في مشكله بقول يا رب، لما الاقي مشكله مش عارف احلها انت بتعمل ايه؟ ما بيجي لك مشكله خلاص مش قادر، المنطق نفسه والعلم مش قادر يجاوب. هو انا لو قلت ان لو جت المشكله وقلت يا رب لا حياتي لما تنادي، يعني ياما وقعت. انت جربت يا رب مليون مره يعني، ياما وقعت مشاكل كارثيه يعني. لا الارض مش محتاجه لوجود اله، انت مش محتاج كمان لوجود اله. انا فلسفيا لا مش محتاج لوجود اله، لان انا مقتنع ان انا اللي ببني نفسي، انا اللي بحط الهدف لنفسي، انا اللي بحط القواعد الاخلاقيه لنفسي. في ناس متدينه وبتسرق، وفي ناس متدينه وبتزني، وفي ناس متدينه وبتعمل كل حاجه غلط، في ناس ملحده ما بتعملش اي حاجه غلط. يعني مجهول انت فرضت وجوده بتبحث عنه، يعني انت شخص بتبحث عن ما يرضيك، مع ان ما يرضيك ممكن يكون موجود في ايدك. انت النهارده لما تيجي تمسك ايفون تكون سعيد، لما بيدك عربيه حلوه تكون سعيد، لما بتسافر سفريه حلوه تكون سعيد، تكون معاك زوجه جميله تكون سعيد. طب ليه بتقعد تدور بقى على ما هو يعني هو خلف ذلك؟ يعني ده شيء مش صحي، يعني يضيع وقت. هي معتمده كلها على الراحه النفسيه، انا دايما بقول لو انت في انك مرتاح نفسيا ما تفكرش في ده. القصه كلها معتمده على الراحه النفسيه. راحة نفسية، الراحة النفسية دي هتعود عليا في شغلي، هتعود عليا في حياتي الأسرية، هتعود عليا كشخص بيأدي وسط المجتمع. ليه المجتمع يتنقل نقلة من نوعية؟ غير إن أنا مثلا أخلي ستيفن بيضحك عشان لو خليته يضحك أخش الجنة. فأنا ممكن أنفق ستيفن عشان يضحك. ممكن مرتاح بنسبة كام في المية؟ أنا بنسبة 100%. انا بس عايزه افهم حاجه، انه هنا ربط بين الاحتياج النفسي وان انت تبقى ملحد او مش ملحد، ايه علاقه الاثنين ببعض؟ وايه العلاقه اصلا ان انت تبقى روح نفسيه بوجود الله اصلا؟ في فكره كده بتقول ان فكره وجود الله ده احتياج نفسي اخترعه البشر عشان يديهم نوع من انواع الرجاء، تصبيره كده عشان نقضي حالنا. بس اللي انا اعرفه ان الرجاء ده فيه نوع من انواع اليقين، فاللي انت بتتكلم عنه ده مجرد وهم، يعني هو بيتوهم. ما اعتقدش ده رجاء، ولا هو ده قصدك؟ يب اعتقد انه يعني حتى برضه نبدا الموضوع بشكل منطقي.
لازم نعطي شوية تعريف. خليني أعطي بعض التعريف وبعدين ممكن نبلش النقاش أو نبتدي بالنقاش من هناك. الرجاء هو انتظار الخير. الرجاء هو انتظار الخير. القلق هو انتظار المجهول. فأنا مش عارف إيش اللي راح يجيني، ممكن يكون خير، ممكن يكون شر، ممكن يكون فرح، ممكن يكون حزن، فأنا بكون في حالة قلق لأني مش عارف. الخوف هو انتظار الشر أو انتظار الأذية. فإذا الشخص عارف إنه هو فايت على محل أو رايح مكان أو رح يصير معه أمر مؤلم أو مؤذي، هو رح يكون في حالة خوف. أكيد أكيد الشخص اللي عنده أو بعيش حالة رجاء هو بطبيعة الحال حياته نوعها أفضل، لأنه إحساسه أو اختباره في الحياة هو اختبار أفضل. لكن ضروري أحكي إشي هون، لا يمكن ما بني على جهل إني أسميه رجاء، لأنه الرجاء هو انتظار الخير مبني على معرفة أو على تأكيد معين. أما إذا في شخص بس بنتظر الخير من دون أي نوع يقين، من دون أي نوع معرفة، هذا ممكن نسميه تمني. بس الرجاء هو إني أكون عارف إنه في إشي، في خير راح يصير في حياتي استناداً على الحقيقة 1، حقيقة 2، حقيقة 3 وما إلى ذلك. يعني أنت عايز تفرق بين إنه الرجاء واللي إحنا بنسميه وهم مثلاً. بالضبط. أنا مهم في حاجة. بالضبط. إذا أنا معتقد إنه في إشي راح يجيب لي خير، هذا ما لهوش علاقة فيها إذا الإشي هذا صح ولا خطأ، أو هو وهم ولا مش وهم، ما لهوش علاقة. إذا بيسعدني إذا بيسعدني لا يعني إنه وهم، وإذا بيحزنني لا يعني إنه مش وهم. بكل بساطة، إذا في إشي بقدر أسميه رجاء، هو انتظار الخير استناداً على معرفة معينة أو استناداً على حقيقة معينة. ولكن إذا كان انتظار الخير مثلاً أو انتظار أمر مفرح، دينا مثل. طيب أعطيك مثال. إذا شاب تقدم لبنت، أوكي، وحكى لها أنا بحبك وبدي أتزوجك، أوكي، التنين إذا هي حكت إذا هي وافقت على الإشي اللي عرضه، التنين إلهم الحق بإنهم يسعدوا أو بإنه يكونوا في حالة رجاء. ليش؟ حتى ولو الزواج لم يتم، أوكي، وعدهم لبعض ومعرفتهم بعضهم لبعض بتكون ضمان أو بتكون نوع من التأكيد على منطقية انتظارهم للخير أو منطقية انتظارهم للنوع من أنواع السعادة أو الأمر إشي بيفرح في حياتهم. هلأ هاي هي حالة الرجاء. حالة الرجاء هو أني أنتظر خير في حياتي أو لحياتي استناداً على حقيقة معينة أو على معرفة معينة. طيب إزاي أقدر أربط اللي أنت بتقوله ده بفكرة وجود الله، احتياجنا لوجود الله؟ هل الإنسان في حاجة لوجود الله؟ أعتقد أنه في حاجة، لكن لما أنا بتطلع على الموضوع من وجهة نظر مسيحية، أنا برى أنه حاجة الله هي أمر حقيقي عند الإنسان، ولكن الله كائن حقيقي واقعي يعمل موجود. يعني المسيحية ما بتحكي بس أنت عيش في أرسم لنفسك عالم وهمي وبعدين كون نوع من أنواع السعادة الزائفة، أو عيش أنت في هذاك الحلم اللي أنت بتتمنى أن يكون صح بس هو في الحقيقة مش صح. المسيحية بالمرة ما بتحكي هذا الموضوع بالمرة. المسيحية تربط الإنسان في الواقع، لكن بتحكي له أنه الواقع في أحياناً مؤلم، لكن نهاية الواقع الأمور دائماً ستؤول للخير، حتى ولو الأمور صعبة أو مظلمة أو سودة في مراحل معينة. المسيحي دائماً ينتظر الخير لأنه مستند على معرفة مين هو الله، شو الله بيقدر يعمل، وشو نوايا الله تجاه البشر. طيب أنا محتاج توضح لي أكتر الفرق بين الرجاء العادي اللي نتكلم عليه والرجاء المسيحي. الرجاء العادي هو تعريف عام بأنه أنت بتنتظر الخير استناداً على معرفة معينة. الرجاء المسيحي هو انتظار الخير استناداً على حقائق عرفناها من المسيح أو من خلال تعليم الكتاب المقدس، معتقدين مسبقاً أنه هذا كلام أو هذا دليل يمكن الثقافيه. هل أحكي لك بس أوضح هذا الكلام شوي بشكل أوسع. الرجاء المسيحي ممكن نقسمه لثلاث أقسام: رجاء للآن، رجاء للمستقبل، المستقبلي في هاي الحياة، ورجاء للمستقبل ما بعد الموت. الرجاء الآن هو الثقة في صلاح الله في قدرته لتتميم أمور حياتي هلأ، أوكي؟ إنه حاجاتي هلأ الله مدركها، عارفها، وراح يساعدني في تحصيلها. وبنفس الوقت إدراكي لأنه حياتي إلها معنى،
متجهة فيها توجه معين وما إلى ذلك. رجاء إلى المستقبل، إنه مرات أنا بتكون عندي نوع من القلق، أنا مش عارف المستقبل إيش رح يجيب لي، أوكي؟ ما عنديش أي نوع معرفة إنه مستقبلي رح يكون مستقبل سعيد. ثقتي في الله بتكون عندي، أو معرفتي فيه أيضا بتكون عندي نوع من أنواع الرجاء أو الاستراحة، بأنه حتى إيش ما كان شكل مستقبلي في إله راح يكون معاي. معلش يا خيس، أنا عايزة أوقفك بقى في الحتة دي. افرض أنا أصلاً بني أدمة متشككة وعندي مشكلة في وجود الله نفسه، وإنت باني كل المعنى بتاع الرجاء المسيحي على فكرة وجود الإله، إذا كان أنا أصلاً عندي مشكلة في الموضوع، يعني إزاي التركيبة دي تتم؟ يعني إزاي تقنعني بالمبدأ المسيحي من وجهة نظر أنا نفسي عندي مشكلة فيها؟ شوفي، الاعتقاد أو الرجاء المسيحي مشروط على الإيمان في الحقائق المسيحية. ليش؟ لأنه الرجاء أصلاً هو، خليني أحكي، اشتقاق من الثقة في هاي الحقائق. فإذا أنا واثق أن الله صالح على سبيل المثال، معناته أنا راح يكون عندي رجاء في هاي الحياة. لكن إذا أنا شاك أن الله صالح، بالتالي أنا ما راح يكون عندي هذا النوع من الرجاء. فخليني أحكي لك إشي. أعتقد إنه الشخص اللي عنده نوع من أنواع الشك لازم يفحص الحقائق هاي، يشوف هل هي متطابقة مع الواقع ولا لا، هل المسيحية هي حقيقة أم هي كذبة. أختبر اللي أنا بأمن بيه أصلاً، مش بس أختبر لكن أفكر فيه، أشوف هل هو معقول، هل هو منطقي، هل هو مطابق للواقع ولا لا. لأنه إذا الإيمان المسيحي مش مطابق للواقع، فمعناته هو رسم أمر لوهم معين، أوكي؟ بس الرجاء في وهم أو الثقة في وهم هي ثقة تمني، لكن الثقة في الواقع هناك بتصير رجاء حقيقي. فالسؤال هو، هل المسيحية مبنية على الواقع ولا لا؟ طيب، أنا كنت شفت فيديو عايزة أفرجك عليه بيتكلم عن فكرة الوهم والواقع وإزاي نفرق بين الاثنين، فأفرجك على الفيديو بعدين نكومنت عليه. أرجوك طبعا. ولو حضرتك تخيلنا ان في امراه عاقر تخيلت ان هي عندها ولد وبتربيه، وفورني مسكت مثلا يعني مخده، مسكت اي شيء جماد، واعتبرت ان ده ابنها وبتربيه، وعملته وتوهمته خالص ان ده كائن حي بتربيه، فده هيغير حياتها تماما للافضل. الفكره انه زي ما الست دي عندها احتياج للامومه فعملت وهم اسمه بيبي، هو مفيش بيبي اصلا، فالفكره بتقول انه في احتياج لوجود حد كبير مسيطر مهيمن على الدنيا دي، فانا عملت وهم اسمه الله. خلينا بس نفكك الموضوع شوي. هل يوجد حاجه عند الانسان لله؟ اعتقادي انا كمسيحي انه يوجد حاجه، وهي الحاجه مش بس اعتقادي كمسيحي، لكن انا شفتها في الناس. يعني انا شفت ناس لما بتحكي له انه يوجد اله ويوجد اله صالح، بصير عندهم نوع من انواع البهجه، وكانه في حاجه كملت عندهم، كأنه كان جوعان وشبع أو عطشان وشرب. فأعتقد أنه الحاجة هاي موجودة، ولكن أني أحكي، أني أنطلق من الحاجة للوهم، أو لأنه هي حاجة فهي وهم، أعتقد أنه يعني هي نطة قفزة مش مصرح لها لسه، لأنه في كلام كثير ينحكى. ليش؟ لأنه ممكن تكون الحاجة هاي تقود إلى أمر حقيقي، زي ما أنا عندي حاجة للأكل مثلا، وحاجة للأكل هي تشير إلى وجود الأكل، أو حاجتي للشرب هي تشير إلى وجود إشي زي المي، أو حاجتي لأشخاص أو الناس تانيين هي تشير إلى وجود أشخاص تانيين، وإحنا أمور هاي نصدق فيها. ليش ما حاجتي لله تشير لحقيقة وجود الله؟ أيوة، بس في ناس لسه بتؤمن بوجود الله كحاجة مريحة ليهم نفسيا. صح صح. هلأ هون إحنا لازم نبحث في ما هو حقيقي. السؤال لازم نطرحه، هل الله، وجود الله معقول؟ هل وجود الله فيه زي خلل منطقي؟ أو أني آمن أنه الله موجود، هل أنا مضطر أنه مثلاً أصدق إشي لا يصدق، أو مثلاً أصدق كذبات، ولا هل يوجد أدلة منطقية، استدلالات علمية وما إلى ذلك تشير إلى أنه الإيمان في الله هو إيمان حقيقي؟ ليش؟ لأنه في أدلة، في أمور تشير لحقيقة وجود هذا الإله. هلأ، وجود الحاجة عند الإنسان لله لا يشير أبداً لكون الله وهم أو مش وهم بالمرة، ولا الإيمان كمان هو مهرب إن أنا بهرب بيه من مشاكل. حالة إيمان الإنسان أو عدم إيمانه لا تشير إلى أي شيء في الخارج، الدليل يشير إلى أمور في الخارج. الآن إذا الإنسان يصدق أمور متناسبة مع الأدلة وموازية لإلها، معناته هو إنسان أنا ما بقدر أحكي عنه أنه يؤمن في وهمه.
ولكن إذا إنسان يؤمن بغض النظر عن الدليل أو يكون عارف الدليل وعارف إنه بيأمن فيه غلط ولسه بيأمن فيه، أعتقد إنه هذا الشخص أكيد بيأمن في وهم. هلأ لأنه عندنا حاجة لله لازم نكون حذرين، أعتقد إنه لأنه الحاجة هاي موجودة لازم نطلع على الأدلة ونشوف هل الدليل، هل هناك دليل على وجود الله ولا لا. هذا موضوع كبير. أعتقد أنا باختصار نحكي من خلال دراستي البسيطة للموضوع، الدليل على وجود الله هو أقوى جداً بأشواه على الدليل على أن الله مش موجود. فأعتقد أنه يعني ما بنقدر نسمي المؤمنين أنهم هربين من الواقع مثلاً أو متوهمين، لأنه هناك دليل أن الله موجود. طيب اللي أنا قدرت أفهمه أن الرجاء مبني على معرفة غير الشعور النفسي اللي يمكن ما يكونش ليه أي أساس من الصحة. أعتقد أن الرجاء المبني على الثقة هو رجاء حقيقي، عكس الرجاء المبني على الشعور اللي هو مجرد وهم، مجرد تبني يعني. وفي حاجة مهمة كمان قلناها، أن احتياجنا لوجود الله مش معنينا الله موجود، لكن هو دافع قوي خلينا ندور على أدلة وبراهين نثبت بيها أن الله موجود. بالضبط، وأدلة وجود الله هو الموضوع اللي هنناقشه المرات اللي جاية. تابعونا على البيج وبعتولنا أسئلتكم، وخليكم فاكرين لسه الشك في الكمين.